طيب اليوم ان شاء الله راح اسوي بنات لوك مطلب مني بدون رموش. حلو، اللي هو بلد سنسي اللي هو البني الشكل. تمام، بسويها مرتفعة زي الحواجب اللي هالايام منتشرة. سنسي نفس الشيء، ضغط سنسي. خلاص اخذت اضاءة صفراء، بس بحطها تحت الجفن او تحت الجفن بحطها تحت الحاجب. اوكي، في مقدمة العين ما في مشكلة، ولو خليتيها على الجفن كامل برضو ما في مشكلة. اوكي، بعدين راح اشتغل من هذا البلد. اوكي، لون كلون برضو انتقالي. اوكي، باخذ معي شوية بنات بينك بما ان البنات اغلبهم بيحبوا البنك. اوكي، فراح اسوي بهالشكل، هو زي ما قلت زي لون انتقالي. خلاص لاحظوا، ما يعني ما بثقل انا اللون، ما ابغى مره غامق، ابغى شيء بسيط. اوكي، اللون اللي هو الثاني اللي هو هذا، خلاص العنابي، بس بركزوا في الكورنرين حقون العين. تمام، بس برضو نفس الطريقة أبغى يكون مرة ناعم، يعني ما أبغى أثقل اللون، يكون اللون غامق. فدايما لما تبغي اللون يكون خفيف راح تاخذي تكة منه مع اللون نفسه أو درجة مرة ثانية بس تكون خفيفة. أوكي، راح أحاول أحط هنا، شايفين؟ هو مجرد بس أني أنا قاعدة كأني أنقر، يعني مجرد ما أطبطب هو لحاله ينحط اللون. خلاص مرة ثانية باخذ هذا مع هذا وبطبطب هنا. اوكي، يعني في زاويتين العين تقريبا حق سهرات، يعني مو معناها يعني انت عندك سهرة انه لازم تحطي الوان تفجع الناس، لا يعني الالوان الناعمة تمشي مع الكل. بس بحاول انه يكونوا من فوق نفس الارتفاع، يعني الاثنين، يعني هذا ممتد مع هذا. اوكي، تمام، بس ابغى يكون مسحوب عشان كذا سحبت يدي لفوق. اوكي، يعني اسحب يدك علشان تطلع معك بزاوية. بعد كذا راح اخذ زي ما قالت هي ما تحط بنات رموش، فبسوي لها زي ما نقول كيف ايلاينر مدموج بنفس الالوان هذه اللي فوق. اوكي، هذا التكنيك يعطيكي يعني كانه يصير عندك رموش حتى لو انت ما عندك رموش. اوكي، بما ان اغلب البنات الرموش عندهم خفيفه. اوكي، اشادو اسود عادي، راح اسوي لها فوق عيونها خط، بعدين ابدا ادرج فيه. اخذ من ايفر ستار اللون الاسود، انا كمان اشتقت لكم والله. خلاص زي ما قلت هذا التكنيك ينفع للبنات اللي رموشها خفيفه وما تركب رموش. شهر واكثر ما فتحت يا حبيبتي، والله كنت تعبانه يا ايفا من جد لفتره، يعني ما والله حتى الان اني فاتحه والله العالم بحالي، بس عاد الشكوى لله. خلاص يا بنات راح تمشي بالضبط فوق خط رموشك. تمام، طبعا انا افضل كمان اذا مره رموشك خفيفه راح تجيبي اللي هو كحل يكون ووتر بروف وتحطيه جوا خط رموشك من تحت اللي هي اللي فوق. اوكي، من هنا يعني من جوا، هذه الحركه تغمق عندك مكان للرموش، يعني تبان عندك رموشك كثيفه بدون ما هي اصلا هو اصلا ما عندك رموش. اوكي، فاخذ لون مثل ما انتم شايفين، وين يا بنات احطه؟ زي ما قلت احطه بالضبط فوق خط الرموش، يعني حرفيا على رموشك بالضبط، خليه يتغلغل في رموشك زي الشامبو خلاص غلغلوه. اوكي، طيب وبنفس الوقت انا راح اطلع شويه لاني راح اسوي لها زي الايلاينر المدموج. تمام، بما ان احنا نقول هذا اللون الاسود كويس، لان بعد كذا راح ابدا ادرج من اللون الاسود، شايفين؟ بعد كذا راح اخذ هذه الفرشه اللي زي كذا،
اللون العنابي نفسه اللي انا حطيته على هنا وهنا. ببدا امشي فوق خط الاي شادو اللي انا حطيته، تمام كذا. ها يعني احسه بيعطي العين نعومه اكثر يا بنات، بس اذا انت من النوعيه اللي بتحبي اي لاينر صريح ارسمي عادي. انا قاعده اخذ بالعنابي وقاعده اسوي كذا فوق الاسود بالضبط. الحمد لله كثير بناتي يتابعوني على اليوتيوب، والله ملك الحمد تطوروا جدا بدون دورات بدون شيء. وانا دائما اقول لكم حسابي او حساباتي كلها اصلا تغنيكم عن الدورات يعني. خلاص بس لازم انه انتم تطبقوا وشوي تصبروا. شايفين يا بنات كيف؟ شايفين كيف اللون يصير؟ من هنا اطلعي، انا اشوفه بطلع علشان بس اوريكي انه ما في خوف، يعني لو طلع معاكي الاي شادو ما تخافي ولا تنحاسي ولا الدنيا تقفل في وجهك، لا عادي جدا. اوكي شوف انا بطلع، لان الان اغلب اللي انا اشوفهم الميك اب ارتست بيطلعوا هذه الحركه بيسووها، اللي هو بيطلعوا في الاي شادو برا بشكل يعني كبير. اوكي بعد كذا عادي تمسح يعني تتصرف. اوكي فانت عادي لو سحبتي زي كذا ما في مشكله، مثلا انا بدرج انا بطلع لفوق زياده. اوكي واضح ولا الكونسيلر ما فهمت يا بنات؟ ترى تاسيس الجفن بالكونسيلر هو مو حاجه اجباريه يعني انه لازم، لا انت بتكتفي ممكن بعد ما حطيت الفاونديشن الباقي في البيوتي بلندر تحطيه على الجفن نفسه. مو كل الاجفان تحتاج تاسيس اوكي، لان في اجفان ما شاء الله من ربي اصلا ما فيها تصبغات. احنا متى ناسس الجفن؟ لما في عندي تصبغات. اوكي انه انا مضطره اني مثلا احس هنا جفنها في تصبغات او جفنها غامق، هنا مضطره اني اسس لها الجفن بالكامل، بس اوقات مو محتاج. فعادي تقدري تبداي انت على طول مثلا بقاعده كريميه، مش شرط انك انت تحطي لها كونسيلر او تحطي فاونديشن. تمام احس ايش شوي شوي يا بنات في الأسئلة، إيه أحس إني أحط قليل، إيه تحس إنك تحطي قليل، وهذا هو الحلو. لأن خلاص إذا خاصة ترى يا بنات إحنا متى كمان ما نعتمد، إذا أنا أصلاً بحط لها ألوان غامقة على جفنها فما له داعي تطمسي أبو الجفن كامل بالفاونديشن أو بالكونسيلر، لا بيخطط معك بيخطط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لونك حبيبتي الله يسلمك حبيبتي الله يسلمك يا رب. خلاص يا بنات فزي ما قلت ما في داعي يعني، فعادي تقدري تكتفي بلون كريمي، قاعدة كريمية لون روج تحطيه وبعدها خلاص تكملي. اوكي انت من العراق صوتك حلو بعد قلبي، انا من فلسطين يا حياتي، والله يا رب البركة في كل الشعوب اكيد، والله يحيي الجميع. انا من فلسطين بس بنات مقيمة في السعودية. امبارح بس عرفتك وينك من زمان. يا ربي. خلاص يا بنات طيب الحمد لله انك على قولتهم الوصول متاخر خير من الا تصل، المهم انك وصلتي. بنات زي ما انتم شايفين انا اللون اللي بقى معايا شفتوا كيف قعدت اطلع فيه اللي مديته، يعني قعدت كذا بس اطبطب فوق، ومجرد ما اطبطب هو خلاص يندمج معاك يا بنات تمام، فيصير اللون بدون جهد يعني بدون انه ما تتعبي نفسك انت في الدمج. خذي الحركة هذه تغنيني عن اني اسوي اي لاينر لو انا ما اعرف، وكمان ممتازة وتعطي كمان كثافة لرموشي. فلو حتى عندك رمشتين حط عليهم مسكارة بيصيروا اربع رمشات. لا امزح، بتحط عليهم مسكارة بعدين بتحط عليهم شوية لوس باودر بعدين بتحط عليهم مسكارة تانية بيطلع معك يجنن. اصبروا ما بعرف ليش ما بقتنع بتعليم الاونلاين، بكون حضوري افضل اللي بتعلم هيك عقلي ما بجمع. والله يا غنى في ناس معايا الحمد لله استفادوا على الاونلاين اكثر من استفادوا حضوري وماخذين دورات ودافعين فيها فلوس. في السابق كنت احط فاونديشن او عوض كونسيلر بس كان يجمع، والله ماني فاهمه يعني هو اسمه فاونديشن عوض. ماركة جديدة هذه ولا قصدك انه عوض عن الفاونديشن؟
يعني بدل ما تحطي فاونديشن بتحطي كونسيلر. الفاونديشن هو كونسيلر يا بنات، ما انا قايله لكم من قبل. يا حبيبتي تعيشي يا رب. هلا عم احط كونسيلر بودره بيطلع كتير حلو. بالضبط، هو يا بنات اصلا الكونسيلر هو فاونديشن، هو يعني بس عاد عاملينه لنا يعني بمنتجات كذا، عبوات كيوت صغيره، وسعر العبوه الصغيره سعر علبه الفاونديشن. بس البنات عقلهم شويه يعني، ها وتروح شو تسوي؟ تروح تشتري فاونديشن سعره كذا، وتروح تشتري كونسيلر، واذا ما عندها كونسيلر يا ليل بتحسسك انه الدنيا وقفت خلاص. هو لا، هو نفسه تقدري تشتغلي في هذا وبتقدري تستعيدي عن هذا، وفي زي ما قلت لكم بعض البشرات اصلا ما تحتاج ابدا. كيف طولتي اظافرك؟ ما بقصهم لا امزح، منزله لكم الوصفه. توم وزيت زيتون وليمون، تحطيهم 5 دقائق كل يوم، بعدين بتغسلي وامسحي بالفازلين. عليكم السلام ورحمة الله. أسطول أضعف، واحد بينكسر واحد بضل، واحد بينكسر واحد بضل. وطبعا لا، إن شاء الله بتسوي الخلطة وهيصيروا ما ينكسروا، إذا انكسروا بينكسروا سوا. لا أمزح يعني، خلاص بيصيروا إن شاء الله ما ينكسروا، بس طبعا بتنتبهي لهم يعني. أوكي خلاص يا بنات، سيبيها انتي انه هي اجبارية. انا بس يا بنات لما اسوي بوزة انا اصلا ما احبها للامانة، ولا اسويها لزبائن يعني، احب اصدمكم ما اجباري يعني، مو حاجة لازمة لا، بس انا اسويها عشان اسويها يعني تعتبر جزء من الدرس. اوكي اللي هو شوي على ذهبي تمام. اوكي وامشي فيه هنا في النص. في بنات كانوا بيسألوني بيقولوا ايش افضل شيء لتثبيت الجلتر؟ مو شرط انك تجيب المثبت، تقدري تثبتي باي غرة للرموش. اوكي بس يكون اللي هو الشفاف، ومن جد يا بنات رهيب ترى في التثبيت، والله ما تحسبوني يعني امزح او بوهقكم لا، بس طبعا النقطة يدوب. اوكي ممكن نشوف الجلتر، هذا جلتر معايا من قبل ما انولد. بنات الجلتر طبعا ما فيها يعني تاريخ انتهاء عشان ما تقعدوا تبلشوني الحين. هذا هو شو اسمه؟ اكسبلورا. اوكي ترى وصناعة صينية، تخيلوا انا تفاجأت، واغلب الجلترات اللي زمان تجنن، هذا قبل ما يخترعوا الجلتر كان موجود، فانا شريته من البداية يعني. خلاص تمام. في مقدمة العين بحط لها اللي هو تحت العين هنا، بشتغل بنفس الألوان. بينتهي مفعوله شيء؟ لا ما بينتهي مفعوله يا بنات، الأشياء البودرة ما ينتهي مفعولها يعني، تخيلي شيء بودرة يطلع منه دود يعني هو مو دقيق ولا شيء. أوكي فيعني اللي بيتفلسفوا هذول ما عليكم منهم. خلاص الله يسعدك يا رب، مرة شكرا. خلاص اخذت اللون اللي هو العنابي، راح احطه تحت الجفن اللي تحت هذا، شايفين ده ايش هذا؟ عندي 12 سنه. برافو انتي مثل الاعلى بعد كده خلاص. صحيح والله يا بنات بتحسبوني امزح، هذه الجليترات من زمان والله، حتى اني ناسيه من وين جبتها، ناسيه انا مين، انتوا فين كنتوا وين. من جد ناسي والله كل شيء. عليكم السلام، هلا يا خجل. خلاص باخذ شوي اسود تمام، واحط جوا او يعني تحت الرموش يا بنات بالضبط. اوكي بالشكل، عيون حقيقيه ترى الشغل على المانيكان يوهق يعني، ما تحسبي انه انت تقدري تصيري ميك اب ارتست وانت قاعده تتدربي على مانيكان، ابدا ابدا ابدا. اوكي نهائي، اللي اللون ما يصير واضح يكون نفسه يا بنات البلت مو هو حلو، عشان كذا انا دائما اقول لكم لما تشتروا اتاكدي من وضوح اللون على اصبعك، قولي له ابغى تست وشوفي اللون هل هو واضح ولا لا، في بلتات فعلا الوانها مو واضحه. اوكي فكيف انا اسوي يعني، لو صار مثلا انت جبتي البلت وطلعت الوانه مو واضحه وتبغيه،
فتحطي تحته قاعدة كريمية نفس لونه، ممكن مثلا الأرواج، أغلب البنات عندكم أكيد الأرواج، تمام؟ فحطي نقطة من الروج وبعدين حطي فوقها، ادمجيها طبعا بعدين حطي فوقها اللون. أوكي أنا ما جاي أتعلم، لا إن شاء الله بتتعلمي. الملك عندي الألوان تبقى فاتحة ومو حلو، حطي تحته زي ما قلت يا بنات، دايما أنا أقول لكم حطوا تحت قاعدة كريمية. اللي عندها المانيكان ما مو حلو عليه الألوان أو ما يطلع مثلا واضح، حطي تحته قاعدة كريمية زي كذا. كلكم عندكم هذه الأرواج، مستحيل ما تقولي لي ما عندي. هذا أو الروج القديم حقنا اللي ألف ولف، عرفتوا؟ خلاص عادي حطي أنت قاعدة كريمية. أنا قلت لكم القاعدة كريمية أصلا إيش يعني فايدتها، متكلمة عن هالموضوع كثير عندي في الصفحة. شوفي إذا حطيتي قاعدة كريمية طبعا طبطبي لما تندمج معاك. أوكي هذه أنا أقدر أسويها على طول على الجفن يا بنات بدون ما أسس الجفن بكونسيلر أو فونديشن. أوكي فشوفوا أي الآن لون أنا أخذه، أي لون مثلا بأخذ هذا خلاص أو هذا، تمام؟ شوفوا مجرد ما أجي أحط على طول يطبع معاي اللون، شايفين؟ خلاص بصير معاكي واضح وكمان ثابت يعني ما يروح. خلاص مع خط رموشها اللي تحت راح أمشي زي كذا وأدخل على بداية العين، مع خط رموشها العلوي راح أسوي بهالشكل. أوكي أقفل وأذكر دايما يا بنات امشي مع خط الرموش، ما تدخلي جوا، لأن إذا دخلتي جوا العين أو المدمع يسيح بسرعة، وإذا عيونك أصلا دهنية ما تسوي مدمع، ما له داعي. لو انت ما عندك رموش يطلع كأنه عندك رموش، بس ارجع اذكر حتكبسي رموشك بالكباسة. بنات كثير منكم يخاف من الكباسة، الكباسة ما فيها خوف، عارفينها انتم اللي هي تكبس على الرموش. اهم حاجة بس انه ما تكوني حاطة مسكارة وتكبسي على رموشك، لا لازم تكون رموشك نظيفة تماما ما عليها اي منتج. اوكي تكبسي الرموش حوالي تقريبا 30 ثانية، بعدين راح تمسكري دور واحد بالمسكارة، بعدين تحطي فرشة زي كذا يا بنات تكون فلافي. اوكي تحطي بودرة منثورة على رموشك، خلاص هي بتلصق على المسكرة، بعد ما تلصق عليها البودرة بترجعي مرة ثانية تسوي دور ثاني بالمسكارة، راح يطلع رموشك رهيبة وكثيفة. اوكي بدون ما تحتاجي انه انت ان شاء الله تركب رموش. خلاص وحركة اللي هو زي ما قلت لك الايشادو يكون فوق العين اللي هو المدموج هذا الاسود، تعطيكي دايما انه في كثافة لرموشك. اوكي يعني دايما احاول اخلي حاجب الكبيرة في السن زي ما هو على طبيعته، اللهم فقط احاول املي اذا في عندها يعني مثلا شعرة شعرتين فاضيات ثلاثة امليهم. اوكي استعمروها اخواننا رجعوها الحمد لله. اوكي شوفي الله يسعدك يا ربي حبيبتي فالله يسعدك. تمام راح اخذ اللون اللي هو هذا الفاتح خلاص، وراح ابدا على انه شعرات زي ما اتفقنا، انا بسوي ميك اب لعين واحده كبيره. اوكي فانا المفروض اني انا ماشيه على شكل حواجبها. اوكي فايش اسوي؟ بس يا بنات المكان اللي هو محتاج اني اسوي لها شعره فيه، بس اسوي لها فيه شعر. اوكي طبعا اغلبهم تجيني حواجبها دائما خفيفه، ودائما ما اللي هو لا اله الا الله تثقلوا اللون، يعني اياكم واحده كبيره تيجي تحطي لها لون اسود حتى لو هي صغيره. انا اللون الاسود في الحواجب اللون هذا يمرضني، ما احبه حقيقي، بيطلع الوحده كذا حاده يعني تحسيها صارت ايش حمامه متسلطه. وهي عمري غلبانة ما لها بالتسلط، بس الحواجب اللي انت سويتيها لها خلتها كانها متسلطة، فلا ما تخليها متسلطة، خليها ايش حنونة. انا اتكلم عن نفسي وعن الشيء اللي احس يعني انا اوكي كل واحد يشوف الناس بعيونه يعني، فانا اي واحدة اشوف حواجبها سودة ما ادري احسها نسرة، ليش ما ادري يعني، فاهمين انه حقيقي يعني بتطلع يعني الحاده، البنت حاده. اوكي فانت لا بلاش يعني، فهي حرام يعني ناعمه تكون ملامحها وكذا تيجي تظلميها انت في الحواجب اللي انت مسويتها، لا تطمسيها طمس بالاسود ليش؟ فلا ابعدوا عن الاسود قد ما تقدروا، دائما بني. عاد بني فاتح اذا الحواجب اللي قدامك لونها فاتح، بني غامق اذا الحواجب قدامك سوداء. اوكي شوفوا زي كذا، هذه انا هذا مستحيل استخدمه. اوكي هذول دائما انا عليهم
خلاص. فزي ما انتم شايفين دايما احاول زي ما قلت اني اخلي الحاجب حق اللي هو الحرمه اللي قدامي يكون شبه طبيعي، فقط في المكان اللي محتاج اني اسوي فيه شعره اجي واسوي لها شعرات، لكن انك ترسمي وتحددي وترسمي لها بالجل وما ادري ايش، لا 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 اوعي، انتبهوا يعني لهذه الحاجه. اوكي اوعي يعني هذه كلمه تحذير. اوكي خلاص انا سويت لها اللي هو خلاص عرفنا اذا كيف اتعامل اول شيء مع حاجبها. تمام لك يا عمري هي شعرها اسود، انت ما ترسمي لها باسود تغمق الغمق غمقين، فلا انت رسمي لها بني يكسر شوي حده الاسود. وقلت لكم بنات اللي مره متازمه من لون حواجبها يعني مره مره غامق، انا سبق وسويت لكم حطيت اللي هو شويه جل هنا في مسكاره ملونه، مسكاره حقت شعر ملونه، او تقدر تحطي مسكاره شفافه زي كذا لو انت ما عندك مسكاره ملونه، تحطي مسكاره شفافه هنا على المسكاره هذه تمام، وتحطيها باللون البني تمشوها كذا فوق اللون البني، هو بصير معاكي زي الجل ملون، وتقعدي تمشي على الحواجب بشكل مره بسيط. فهمتوا؟ لما خلصت شوفوا الالوان او العيون الكبيره يا بنات دائما نبعد عن الشيء اللي فيه لمعه ما يناسبهم ابدا، يعني حتى هي لو مثلا حتى لو كانت ام عروسه انا اقدر بلمسات مره بسيطه اني انا يعني اعدي لها موضوع انه احط لها جليتر على عيونها واخلي الكرمش حقت العيون تبان اكثر. فهمتوا؟ فدائما اختاروا لهم الوان ايش ما هي تبغى، مثلا قالت لك عادي في مثلا ام تيجي ممكن شاطحه تقول لك ابغى تحطي لي بنكيات، فانت حطي لها بنك، ما اقول لك لا قولي ممنوع ما ادري. اوكي حاولت تقنعيها ما اقتنعت خلاص عاد انا مضطره اني اسلم في الامر الواقع. اوكي فلازم اذا حطيتي بيكون لون بنك بس لازم اغمق فوق بلون مطفي اسود. فهمتوا علي؟ هذه القاعده بشكل عام، فدايما نعتمد لهم دايما الالوان اللي تكون مطفيه يعني ما فيها لمعه، هذا ايش اللي هو المطفي. حطيت الجل على الحواجب؟ لا ما حطيت. شوفوا باخذ اول شيء هذا اللون كلون انتقالي على اللي هو جفنها، وزي ما اتفقنا لازم تحركي الجفن معاك يمين الشمال. ارجع للدرس اللي هو يوم اقول لكم جسم كرموش او العين عندي مكرمشه والبنات قاعدين الى الان يضحكوا علي في في اليوتيوب. خلاص اخذ لون مطفي واحطه، خلاص تحطي على كامل الجفن وزي ما قلنا اسحبي جفنها عشان تدخلي للطيات الموجوده في الجفن. شايفين؟ شوفوا بس زي كذا. شوفوا انا اتكلم بنفسي، انا ما احب اسحب الجفن للامهات او للكبار في السن، يعني خلاص وصلت هنا الى هنا نعمه خلاص. تقولوا لي ليش؟ انا والله كذا يعني هي احس مساله ذوق تمام، هم يعني مو من حقين اللي اشحط عيوني اسحب عيوني وما ادري ايش، لا بحاول اخلي تناسق بين حاجبها وبين عينها. فهمتوا؟ فاغلب السحبات تناسب البنات اللي دائما اصلا عندهم مقدمه حواجبهم مرفوعه ومسحوبه تمام، بس الام يعني خلاص ما ادري تجيكي ما لها خلق، فانت خليكي بالك خلق. خلاص حطيت انا اللون هذا البني، برجع مره ثانيه بس عشان شوي اطوله او اوصله شوي تحت حاجبها. اوكي بس شكل شايفين؟ خلاص الان عاد ابدا في الغوامق اللي هي ايش الغوامق؟ زي ما قلت لكم مطفيات البني مثلا، تبغى بني حطي لها بني، تبغى بينك زي ما قلت بتحطي لها بينك بس بترجع مره ثانيه تغمقي. اوكي فباخذ انا شويه البني وابدا عاد ايش احط لها على هذا. يعني شوفوا افضل شيء انا اشوفه للامهات اللي هو نظام السموكي، بس عاد مو سموكي مره اللي هو يجيك عينها كانها ماخذه بوكس اسود، لا حلو سموكي ناعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اوكي فاخذ انا بني واحط، اخذ بني واحط، شايفين كيف؟ ايش طبطبه كذا، ها طبطبه وجري جفنه، بقول جري رجلها. يا ربي تخيل تقول جري رجلها. يا رب استغفر الله يا رب، بدات المعلومات تدخل في بعض. قاعده اطبطب كذا، الطبطبة لحالها تدمج بدون ما تعملي كذا دوائر. فهمتوا؟ الدوائر لاحظوا تحرك أصلا، حتى قاعدة تحرك يدي. زي ما أقول لكم اللي معي في البث إذا قطع لا تطلعوا، هو بس بيكون فصل عندي فبروح بشبكه برجع مرة ثانية. أوكي كلها ثواني يعني، فهمتوا؟ فهو طبطبة أفضل لك يعني، أنت بتلاقي حتى أسهل يعني في الشغل، طبطبي كذا خلاص.
اخذ لون اسود زي كذا يا بنات خفيف، تمام، واحاول وين اركزه هنا عند رموشها، تمام، هنا فوق الرموش عندهم في الزاويه اللي هو في زاويه العين، بس ما اطلع مره فوق، لا احاول يعني اكون مره قريبه من الرموش. اوكي ممكن اصغر الفرشه بس عشان تشوفوا اوضح، باخذ هنا تمام كذا، ها يكون الأسود هذا قريب من خط الرموش، ما يكون محدد، لا يكون مدموج بزيادة. فشوفوا كيف الدمج قاعد يندمج معي أصلا وأنا قاعدة أطبطب، شايفين؟ فأنا بقعد أطبطب لما أحسه خلاص صار تمام. أوكي لسه فيها أسود فأنا بنظفها وأبدأ مرة ثانية أدمج كذا طبطبة. شايفين يا بنات؟ دائما هذه الحركة حلوة مرة، لأن صراحة إذا جيتي ترسمي لهم آيلاينر بيكون مرة صعب، خاصة أنه هي عندها زي إيش بنسميها، زي كرمشة، تمام؟ بيكون كرمشة كثير في الجفن عندها، فرسم الآي شادو الصريح بيكون مرة صعب، فأنت تقدر تغمقي لها بيكون الشكل مرة حلو ومرة ناعم وكمان ماشي مع شكل جفنها يعني. لاحظوا الفرشة تقريبا اللون اللي فيها خلص، فأنا بس كأني قاعدة إيش أموه يعني الحدود، شايفين؟ الآن تحت عينهم حلو إنك تشتغلي خاصة للكبار في السن، تمام؟ فإيش دايما أشتغل لهم؟ أشتغل لهم برضو بألوان مطفية، أغلبها يكون بني وأسود، هذا أفضل شيء لهم، تمام؟ خلاص وتشتغلي لها عادي تحت العين، ما في عندك أي مشاكل. أوكي حطي زي كذا تحت عينها، أرجع تحت خط رموشها. خلاص بنات وحاولوا شوي إنكم تنزلوا لتحت، ليش؟ لأنهم أغلبهم بيكون عندهم خطوط كثيرة، وفي حتى عيون عادية بنات تشتكي من الخطوط الكثيرة تحت العين، يفضل دايما إني أنا وأنا أشتغل أمد لها حكاية الظل هذه اللي تحت العين، مو تحاولي تخبيها لها بالكونسيلر، لا انتبهي كذا بتزيدي الطين بلة.